جميعا على تلبية هذه الدعوة الكريمة من مؤسسة أخبار اليوم التي تأتي في بداية مرحلة شديدة الأهمية من مراحل تطور هذه الدولة، الدولة المصرية العظيمة والعريقة. هذه المرحلة التي تتطلب تحديدا واضحا لمعوقات الاستثمار، ومن ثم وضع السياسات الإصلاحية اللازمة لجذب الاستثمارات، وبما يعني الاتفاق على سياسات وتشريعات تتحيز للتنمية كما تتحيز للعدالة الاجتماعية. ويأتي هذا الحوار البناء والمثمر إن شاء الله بين ممثلين لمجتمع رجال الأعمال في مصر من مختلف الأجيال، وممثلين للاستثمار العربي بكل حبه ودعمه لهذا الوطن لمصر، وممثلين لمجموعات من كبار الشركات العالمية التي تعيد النظر في مدى جاذبية وصلاحية مناخ وبيئة الاستثمار في مصر. كل هذا من أجل صياغة واضحة لتوجه مصر الاقتصادي، لتكون هذه الدولة قادرة بإذن الله على الاستفادة الكاملة من مؤتمر قمة مصر الاقتصادية. كلمة الأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر للسيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على تشريفه في هذه الليلة، كما أتقدم بالشكر للسادة رئيسان الوزراء السابقين الدكتور علي لطفي والدكتور كمال الجنزوري، ويشرفنا حضور ضيف شرف المؤتمر الدكتور أحمد زويل العالم المصري الكبير صاحب نوبل، وأستاذنا عميد الصحافة العربية أستاذ الصحافة الأستاذ المفكر الكبير محمد حسنين هيكة. السيدات والسادة، يسعدني أن أرحب بهذا الجمع الكريم في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، دعينا الله عز وجل أن يوفق المشاركين من أصحاب القرار والخبراء ومن رجال الصناعة والإنتاج والمال والأعمال في التوصل إلى مقررات عملية فعالة تأخذ طريقها إلى التنفيذ وفق جدول زمني محدد. واسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تفضل بوضع مؤتمركم هذا تحت رعايته، تعبيرا عن دعمه لكل جهد مخلص يستهدف لانطلاق بوطننا الغالي على طريق المستقبل نحو آفاق التنمية والتقدم والرخاء لكل أبناء الشعب. السيدات والسادة، نحن هنا من أجل شعب عظيم عانى وصبر وانتفض وفجر ثورتين سعيا للحرية والعدالة والعيش الكريم، وأملا في غد أفضل لوطن عزيز. نحن هنا من أجل مصر التي تستحق منا جميعا أن نتعاون ونتكاتف ونوحد جهودنا لترتقي إلى المكان التي تستحق. نحن هنا من أجل وطننا الذي آن الأوان لينهض بعد طول انتظار بفكر وعزم وسواعد أبنائه الأوفياء، وفي ظل قيادة وطنية تؤمن بالجماهير وتخلص للوطن، تسابق الزمن لبلوغ آمال وطموحات وتطلعات طالما طاقت إليها نفوس المصريين، وتختصر الطريق لبناء الدولة المصرية الحديثة الثالثة. السيدات والسادة، نشأت فكرة عقد هذا المؤتمر منذ قرابة الشهرين، حينما دعا منتدى الأخبار للحوار نخبة من كبار رجال الصناعة والإنتاج في مصر للنقاش حول دور مجتمع الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكانت مفاجأة هذا المنتدى هي حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جانبا من أعمال المنتدى، وتحدث السيد الرئيس أمام الحضور في تلك الأمسية الرمضانية لمدة 45 دقيقة مقدما رسائل طمأنة للاستثمار والمستثمرين في ظل مناخ كانت تغلفه شكوك وشائعات.
وجرى في هذا المنتدى طرح مشكلات ومعوقات وكذلك رؤى وأفكار. واقترحنا من جانبنا عقد مؤتمر اقتصادي تنظمه دار أخبار اليوم لمناقشة كل تلك القضايا وفي مقدمتها تشجيع الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي من أجل النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين وتحسين حياة المصريين. ومنذ اليوم التالي شرعنا في عقد سلسلة من الجلسات التحضيرية استغرقت 80 ساعة عمل على مدار 6 أسابيع بمشاركة مسؤولين كبار من الحكومة وخبراء وممثلين لمجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار تطوعوا جميعا بتقديم خلاصة خبراتهم وتجاربهم لحسن الإعداد والتحضير للمؤتمر. واستقر الرأي على أن يسبق المؤتمر إعداد أوراق عمل من جانب الحكومة والقطاع الخاص والخبراء لتكون أساساً للنقاش في الجلسات. وفي هذه الجلسة الافتتاحية وعقب كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء سوف نستمع إلى رؤى جيل جديد من شباب الأعمال وممثل المستثمرين العرب عن المؤتمر وما نتمنى أن يسفر عن نتائج. وسوف يعود المؤتمر للانعقاد صباح غد بإذن الله في 4 جلسات عامة متتالية تناقش قضايا الاستثمار وسياسات الإصلاح، السياسات المالية والضريبية والنقدية، النمو والعدالة الاجتماعية، سياسات الطاقة والاستثمار. وسوف يخصص اليوم الثالث للمؤتمر بعد غد لعقد 6 جلسات قطاعية تعقد كل 3 منها بالتوازي لمناقشة قضايا التنمية السياحية والعمرانية، النقل واللوجستيات، التجارة الداخلية والخارجية، التنمية الصناعية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة والصناعات الغذائية. ومن المقرر أن تعلن أثناء الجلسة الختامية للمؤتمر التي تعقد في 7 من مساء بعد غد توصيات المؤتمر أو دعونا نقول مقررات المؤتمر التي ستوصل إليها ممثلو الحكومة والخبراء والقطاع الخاص. ونأمل أن تصدر المقررات في صورة خطة عمل محددة بتوقيتات زمنية لتنفيذها. ونتطلع إلى حضور السيد رئيس الوزراء هذه الجلسة الختامية ليضع التوصيات تحت رعايته. أرجو أيضا أن يخلص المؤتمر إلى تشكيل أمانة دائمة من الحكومة والمستثمرين والخبراء لمتابعة تنفيذ المقررات استعدادا لعقد قمة مصر الاقتصادية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والمقرر عقدها إن شاء الله في فبراير المقبل بشرم الشيخ. السيدات والسادة، أرى أمامي مصر الجديدة علماء ومفكرين وخبراء ورجال مال واقتصاد وحكومة وطنية مخلصة وإعلاما وصحافة حرة. أرى مصر الجديدة مصر 25 يناير و30 يونيو التي لا تستعصي عليها تحديات ولا تكبح عزيمتها مخاطر. لقد حان الوقت لنبني بلدنا بخطط سليمة وإدارة رشيدة وتنفيذ دقيق. لا مجال لأعذار أو مبررات، فلا تنقصنا إرادة شعب ولا تعوزنا رؤية قيادة ولا إخلاصها. مرة أخرى أرحب بحضراتكم وأتقدم بخالص الشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا المؤتمر وبادر طوعا بتقديم الجهد والعرق لإنجاحه، متمنيا التوفيق للمشاركين، وأدعو الله أن يكلل مساعيهم بالنجاح في الخروج بنتائج ترقى إلى مستوى تطلعات هذا الشعب وإلى قدر مسؤولياتنا الوطنية من أجل عزة ورفعة مصرنا الغالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.